تعرف ايش هي افضل صدقة؟ سعد بن عبادة رضي الله عنه ماتت امه، فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ماتت امي، افأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة افضل؟ قال: سقي الماء. وانت جالس مكانك يمديك الان بضغطة زر تسقي المصلين اللي في حيك او في اي مسجد تختاره، والاجمل من ذلك انك يمديك تسقي المعتمرين والزائرين في اطهر بقعة في مكة المكرمة او المدينة النبوية. تطبيق ينابيع يقول لك: اختار اي مسجد في بالك او المساجد الاكثر احتياجا، وبعد ما نوصل لك المويه راح نصور لك ونوثق لك الطلب. تطبيق ينابيع يوصل لك الطلب خلال 24 ساعه، وتراه يخدم اكثر من 100,000 مسجد في دول الخليج. هذا طلب انا طلبته امس، والحين بوريكم كيف تقدر تطلب انت كمان، واسال الله ان يبلغنا وياكم الاجر. اول ما تضغط على التطبيق ينابيع يبين لك انه في المساجد الاكثر احتياجا او تختار مسجد معين. انا ما عندي مسجد معين ابغاه، راح اضغط على المساجد الاكثر احتياجا. طبعا هم يوثقون لك الطلب بالصور والفيديو. هذا الطلب انا طلبته قبل 4 ايام تقريبا، شوفوا هذه الصور وهذا الفيديو. نرجع هنا نختار مساجد مكة المكرمة، بما انه حر نسقي المصلين والمعتمرين، بختار 20 كرتون. التالي: جميع طرق الدفع موجودة ومتاحة، طريقة جدا سهلة، وأجر بإذن الله لك عظيم. يا نبيع السخاء عمل جليل، بكل مواسم الخير تتالى، يا نبيع العطاء.